قال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مصطفى أبو زيد إنه لابد من وضع استراتيجية وطنية للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي. وأضاف أبو زيد أنه يجب سرعة تحول كافة القطاعات للرقمنة من أجل جذب الاستثمار. كل الحضور أشاروا إلى أهمية الترويج لعملية الاستثمار وزيادة عملية الحوافز، ولكن أنا من وجهة نظري في التوصيات اللي أنا عرضتها خلال مشاركتي في هذه الجلسة إن لابد إن يكون في وضع استراتيجية وطنية محدد بها كافة المعايير والمستهدفات الخاصة بالقطاعات اللي الدولة عاوزة تنميها وتزود مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وده يكون لمدة 10 سنوات، بالإضافة للإسراع نحو عملية الرقمنة والتحول الرقمي الخاصة بتيسير الإجراءات على المستثمرين، لأن ده هيساهم بشكل كبير جدا في تسريع وتيرة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.